السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيخليك تقدر تعمل الاوبننج بكل سهولة. اول ما حاجة من الكهروميكانيكال تعدي في حاجة من الاركتكشر او الستركشر يبدأ يعمل لك الاوبننج بتاعتها، وبيدعم الريفت وبيدعم ملف الاي اف سي. لكن انت تسطبه مجاني لمدة 14 يوم وبعد كده تشتري. هو سعره غالي صراحة، لكن الغالي سعره فيه. تمام، انت يعني في شوية امكانيات حلوه فيه. هتقول له انا عايز اعمل اوبننج والكوبل تري والبايبس والام بي، كل الحاجات دي كلها مره واحده بيعمل لها الام بي في المشروع كله، وانت بتحدد ايه الاختيارات اللي انت عايزها في شكل الفتحات. تمام، تقدر تتحكم فيها. طيب احنا عدلنا دلوقتي مثلا في ماسوره، وعدلنا في الأبعاد بتاعتها، وهنقوله بقى ايه اعمل لنا الأوبننج تاني. زودنا اهو حاجات وغيرنا حاجات. فهو بقى بيشوف الكرييت والتعديلات والديليت، ويبدأ يعمل لنا الفتحات كلها زي ما انت شايف. ممكن تقول له جوين او ان جوين، يعني في كذا صورة جنب بعض، فممكن يعمل لهم فتحة واحدة افضل ما يقعد يعمل لكل واحدة فتحة خاصة بتاعتها. فزي ما انت شايف هي أداة يعني متطورة عن الأدوات اللي احنا شفناها قبل كده، وفيها خصائص كتيرة جدا updated ومتابعة ايه اللي حصل في كل opening اتعملت، وانها تقدر تعمل cut في void و uncut void زي ما انت عايز. ونروح بعد كده للسعر. طبعا ليك ان انت 14 يوم مجاني، لكن بعد كده لما تدفع 450 يورو في السنة لللايسنس. طيب لو انت عايز تعمل لها داونلود، تبدأ تعمل داونلود من هنا. وفي فاميلي تقدر تحملها مجانا، يعني ممكن تدخل تاخد الفاميلي والمشروع مجاني ونسخة تجريبية لو انت حابب ان انت تجرب المشروع. هو انا بيتكلم عن التولز اللي هو عاملها. فهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، وريت لو عندكم حاجات تانية مجانية او بسعر ارخص يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات.